معكم الاخوان، كما كتشوفوا معنا في المقطع مصاب واحد الديكور هنايا ديال لي بو الغرس، وكركبوا الطاجيرات هادو اذا نديروا المخشبات ديالهم ان شاء الله على بركه الله. هانتوما معنا ثم الاخوان، كما كتشوفوا معنا هما الحدايد اللي بغينا نديرهم في الحيط، ها هما الطاجرات دوك الخشبات ديالهم دابا اللي كاين ان شاء الله نصاوبهم نديرهم هنايا. الاولى بعدا درناها الاخوان. هذه الصباغه اللي بغينا نديرو، هذا اللون ديالها، هذه هو اللون، اللون هو هذا. بغيتكم هنايا الصباغه مزيان
اول لون هذا بغيناه. هادشي اللي كان نصبغ نوريه لكم. شوفوا معنا لصقنا هادو دابا غادي نصابو لهم الخشبات تنصبغوهم ان شاء الله وغادي نبلاصيوهم ونحطو لي بوا اللي يعجبوكم. يلا تبارك الله عليكم. ها انتما سالينا شوفو في نظركم الاخوان كما كتشوفوا معنا اخيرا حطينا لي بو ديالنا. نتمنوا ينال الاعجاب ديالكم هذا المقطع هذا. انتما الاخوان هاد لي بو هدا مازال ما درنا له الغرس. وشكرا للإخوان وتبارك الله عليكم.